استنى مريم برضو دايما دي كانت مشاكل الاساسيه زمان، تو ما يبعدوا عن الانهار بيبقى عندهم مشكله في الميه. فالسيد المسيح وهو طفل صغير عمل ايده كده فانفجرت الماء دي. انا ما اعرفش ايه، الميه موجوده بس يعني لسه يعني خدنا منها، هتخلص ولا مش تخلص؟ لو كانت بتخلص كانت نشفت هنا او من هذا الماء، مش من ده، من الماء من 2000 سنة شربه السيد المسيح. الرحلة دي درس، زي ما بنيجي كل مع كل الانبياء بنقول في دروس هذا القصص القرآني والقصص في الكتب المقدسة، مش حكايات، القصص كله موعظة. شوف ستنا مريم ولدت باتصال بالملائكة، وده كل الكتب بتقول وتأكده، وفي حماية الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كان الله ممكن يحمي الطفل بأي طريقة وهو في بيته طبعا، لكن ربنا دايما بيخلي الأسباب. فسفرها رحلة شاقة، رحلة شاقة من فلسطين، مشيت كانت صحراء وحاجة صعبة جدا ومستخبية. خلي بالك لما جت هنا المصريين ما كانوش بالنسبة للغرب، مين دول جايين يعملوا ايه، ما كانوش عندهم استعداد. شخص اسمه كولوم من الناس اللي ساكنين هنا فتح لهم الباب ودخلهم عنده وقعدوا عنده واستضافهم يعني الرحلة. وبعدين طلعوا بقى، شوف انت الخط المسار. انا ان شاء الله هنحاول نجمع، احنا يعني شرفنا بان احنا واحنا بنشتغل في المحافظات لقينا اماكن الرحله المقدسه صدفتنا كتير جدا واسعدتنا جدا، هنحاول نجمعها لحضراتكم. وبعدين خرجوا من تل بسطة، بعدين توجهوا بقى، هتلاقي الرحله طويله جدا جدا، وبعدين رجوعا الى فلسطين. فلما شرفت مصر وشرف هذا المكان بالسيد المسيح، يقال من ضمن الحكايات اللي بتحكي انه السيد المسيح لما جه هنا عمل البير اللي قلت لكم عليه دوت، حط ايد عمل علامه كده تفجرت الماء. ايه المعجزه الثانيه؟ ان هم لما الراجل المصري ده استقبلهم اللي هو قلوم ده بيعتذر لهم لان عنده الست بتاعته مشلوله، ف يعني بيعتذر مش قادر يعمل لهم خدمه وكده وبتاع، فما يعرفش ان الطفل ده موضوع ايه. فستنا مريم دخلت والطفل لمس الست فشفاه بإذن الله. فدي المعجزة الثانية. المعجزة الثالثة وهي يعني المعبد ده اللي اتكسر عند دخول السيد المسيح. الرحلة المقدسة رحلة جه ورحلة عطاء ورحلة تكريم لمصر. صدق الله العظيم حين قال في كتابه الكريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ذلك في آية أخرى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون.